السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم جيتكم بواحد الفيديو على كيفية علاج الإمساك. الإمساك بالنسبة للأطفال الصغار، الوليدات الصغار، أو حتى الناس الكبار اللي كيجيو من الإمساك بزاف وكيبقى الخروج ديالهم مكيبقاش بغي يخرج. فدابا هذه واحد الطريقة سهلة بسيطة وفعالة بالنسبة للأطفال، بالنسبة حتى للكبار اللي بغي يستعمل شي واحد كبير. اللي هنحتاجه فيها هو سرنج صغيرة، على حسب أنا كنستعمله لبنتي صغيرة، وزيت العود، زيت الزيتون. أنا بالنسبة للقويلبات وداك الشيء كريستال وشي حاجة بحال هكا ديال الإمساك ما كتبغيهمش ليا، كتبقى تغوت بزاف. وواحد مرة الله يجازيها بالخير عطاتني هاد الطريقة، من استعملتها لها جاتني مزيانة أحسن بزاف. كناخدو السوران كنعمروها بالزيت، بزيت الزيتون، وكنديروها في المخرج ديالها، ما ندخلوش بزاف تاني تدخلها هاد الرويس مين بلا ما ندخلوه كامل، غير شوية. وكتدفعو مزيان باش يدخل الزيت لأبعد أبعد مكان. كتديرو بحقها مثلا، تخيلوا بحال انها عامره، وهندفع هندير هكا كميه، ندخل كميه في خطره ونكمل الكميه الاخرى في خطره حتى يوصل لابعد مكان. اون فوا كي دير لها هكايا واحد الساعه ولا ساعتين كدير الخروج ديالها بسهوله، حيت الامساك مساكر ما كيقدروش يديروه بزاف. وديروا اشتراك وديروا لايك وادعوا معايا، والى اللقاء، نتلاقاو في فيديو اخر. مع السلامه.